الحق يقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فهبوا أن الرؤيا هنا منامية، كيف تكون الرؤيا المنامية فتنة للناس والناس يحدث بعضهم بعضا أنهم رأوا في المنام كذا مما لا يتفق مع قانون اليقظة، أشياء لا يمكن أن توجد في قانون المشهد الحسي. يرى الإنسان وهو نائم أنه ذهب إلى لندن، أنه ذهب إلى نيويورك، أنه رأى حيوانا وصفه كذا ووصفه كذا، رأى أنه يطير بأجنحته، رأى كل الأشياء التي إذا أراد لها واقعا في دنيا المشاهدة ودنيا الحس لم يجد لها واقعا. فهل إذا حدث واحد واحدا أنه رأى لونا من هذه الألوان التخيلية الهائلة أيمكن لمن يستمع إليه أن يكذبه؟ إن حديث الرؤيا المنامية لا يكون موضع تكذيب من أحد أبدا، وما دام لا يكون موضع تكذيب فللرائي أن يرى في منامه ما شاء مما يوافق العقل أو لا يوافقه، ومما يوافق العادة أو لا يوافقها. إذن فراء المنام حر لأنها استباحات وتخيلات لا شيء لها من الواقع. فإذا كانت رؤيا الإسراء والمعراج من الرؤيا المنامية فكيف تكون فتنة للناس؟ ومعنى الفتنة أن يصدقها مصدق وأن يكذبها مكذب، وهنا تحدث الفتنة. إذن فالانقسام عند سماعها إلى مصدق ومكذب هو النتيجة الحتمية لجعلها فتنة. فلو لم تكن رؤيا بمعنى رأى البصرية، وأن الإسراء لم يكن مناما وإنما كان جسدا وروحا يقظة، لم تكن هذه المسألة فتنة لأحد أبدا. وأيضا نقول لهم: هبوا أنها رؤيا منامية، فلنبحث موقف رسول الله وموقعه من رؤى منامه صلى الله عليه وسلم. أولا، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى شيئا إلا جاء كفلق الصبح. ومعنى لا يرى شيئا إلا جاء كفلق الصبح أنه يرى الرؤيا ثم تصبح حقيقة واقعة. فهبوا رسول الله أراه الله إيناسا لروحه، مشهدا من مشاهد ملائه الأعلى ومشهدا من أسراره في أرضه بالرؤيا، وبعد ذلك أراه ذلك يقظة. فكانت الإراءة في المنام إيناسا لإراءته في اليقظة. وما دام رسول الله بالحصر لم يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، فهبوء رأى ذلك فلا شك أنها أيضا داخلة في ذلك الإطار، ويكون قد رآها مناما وبعد ذلك تعرض لها يقظة فجاءت كفلق الصبح. وأيضا هبوا أن هذه الرؤيا منامية. ننظر في كلمة جعل في اللغة. جعل إذا استعملت في اللغة، وقد استعملت أيضا في القرآن على وفق قوانين اللغة المستعملة قبل نزول القرآن، إذا تعدت إلى مفعول واحد كان معناها خلق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فقد تعدت إلى واحد، هذا الواحد كان معدوما فوجد. ونجد أيضا وجعل لكم السمع والأبصار، يعني خلق لكم السمع والأبصار، جعل هنا تعدت إلى مفعول واحد، فإذا تعدت إلى مفعول واحد كان معنى جعل أي خلق، ويكون ذلك المفعول معدوما ثم صار موجودا. ولكنها إذا تعدت إلى مفعولين لا شك أن الحكم يكون غير تعديها إلى مفعول واحد. ومعنى ذلك يقول الإنسان: جعلت الخشب مكتبا، جعلت الطين إبريقا. فهنا مجعول ومجعول منه وفعل من الجاعل. جعلت الخشب مكتبا، كأن الخشب كان خشبا قبل أن يجعل مكتبا، ولذلك كان هو المفعول الأول، فإذا صار مكتبا ذلك هو المفعول الثاني، أي أن المفعول الأول لم يكن معدوما بل كان موجودا على هيئة ثم صار موجودا أيضا على هيئة أخرى. إذن فجعل المتعدية إلى مفعولين تتعدى منطقة الإيجاد من عدم وتصير إلى منطقة التحويل.
إني جاعلك للناس إماما، جاعلك يا إبراهيم. فإبراهيم موجود، وبعد ذلك طرأ له شيء وهو جعله إمام. رب اجعل هذا بلدا آمنا، فالبلد موجود والذي طرأ عليه أنه صار آمنا. كذلك الحق يقول في هذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. تحليلها بحذف النفي وحذف إلا معناه جعلنا الرؤيا التي أريناك فتنة، فكأن الرؤيا تكون رؤيا موجودة على أنها منامية، ثم انتقلت إلى فتنة. إن بقيت على مناميتها لم تكن فتنة، فلا بد أن تتحول إلى يقظة حتى تكون فتنة، وإلا لو صارت على منامياتها ما صارت فتنة أبدا. فكأن رسول الله رأى في المنام عملية إسرائه ومعراجه وطوافه بالملأ الأعلى ووقوفه على أسرار الأرض، ثم صير الله هذه الرؤيا إلى فتنة، أي إلى حقيقة تقع فيها الفتنة ويقع فيها التكذيب والتصديق. ولو ظلت على النهج الأول لما صارت فتنة ولما صارت محلا للتصديق والتكذيب. وإذا نظرنا إلى الكفار الذين واجهوا هذه المسألة، نجدهم بكفرهم وبموقفهم العنادي من تكذيب رسول الله في هذه المسألة قد خدموا المؤمنين وخدموا قضية الإيمان بالإسراء والمعراج خدمة لا نزال نعرف خيرها إلى الآن. فكأن الله سخر من موقف الكافرين أمام رسول الله ما يجعل لنا الحجة على من ينكر في العصر الحديث أن تلك المسألة كانت يقظة وكانت منامة. كيف يكون ذلك؟ حينما عرض رسول الله أمرها قالوا ماذا؟ قالوا: أنضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة؟ لو فهم الكفار من رسول الله أنها كانت مناما لما قالوا له ذلك، لأنهم قارنوا فعل يقظة منهم لا بد أن يكون بفعل يقظة من محمد. وإلا لو كانوا يضربون إليها أكباد الإبل وهم في حال من اليقظة ويأتي رسول الله ليقول إن ذلك كان مناما لما قالوا له ذلك ولما كذبوه. قال: ره في المنام ما شئت وتكلم في المنام ما شئت، فذلك أمر من أمور المنام، وأمور المنام لا تقاس لا بمنطق عقل ولا بمنطق عادة. ولكن وقفتهم في التكذيب أنهم قارنوا يقظة بيقظة، فقالوا: أنضرب إليها أكباد الإبل في شهر وأنت تدعي أنك أتيتها في ليلة. إذن فموقف هؤلاء المعارضين المعاندين من محمد صلى الله عليه وسلم أفادنا في أن من سمع الإسراء والمعراج من رسول الله سمعه على أنه يقظة، ولو سمعوه على أنه منام لما كان موضوعا للمناقشة ولما كان موضوعا لابتلاء المؤمنين، فالذي ثبت يقينه وآمن يصدقه لأن رسول الله قال ذلك، كما وقف في هذه المسألة سيدنا أبو بكر فقال لهم: أقال ذلك أو لم يقل؟ إذن فحجة أبي بكر ليست مناقشة الأمر في ذاته، ولكن مناقشة أصدر ذلك عن رسول الله، فإن كان صدر عن رسول الله فقد حصل ذلك. ولو كانت المسألة منامية واعتقدوها كذلك لما وصل الأمر إلى هذا الحد من تكذيب الكافرين ولا من فتنة بعض المؤمنين. هنا فضيلة الأستاذ، بعد هذا البيان الرائع الذي يطمئن القلوب بأن الإسراء فعلا كان معجزة، وسر معجزته أنه حصل بالروح والجسد، وإلا لم يكن للمعجزة مجال في دلالة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. نقف